مشاهدينا، ولفتح ملف الفقر والبطالة اللذين يفتكان بالمجتمع العراقي، ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شهوة القرضاوي. مرحبا بكم معنا. مرحبا. وعبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ صباح الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم. نبدأ مع الأستاذ شهوة. بحسب الأمم المتحدة فإن العراقيين أو ثلث العراقيين يقترضون المال ليأكلوا، كيف ولماذا وصل الأمر بهم إلى هذه الدرجة بعد كل الفائض النفطي وأمواله التي تحققت مؤخرا؟ مرحبا بكم. بداية تحياتي للمشاهدين الكرام والضيف العزيز. حقيقة ما يجري اليوم أو هذا الواقع الذي وصل إليه المواطن العراقي، على الرغم من الثروات الموجودة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والطاقة وحاجة العالم يعني إلى هذه الطاقة العراقية، وانتهاء آثار أزمة كورونا الذي كان مبررا لدى السلطة السياسية للتضييق على المواطنين، إلا أن هذه الأسباب كلها اختفت. وعلى الرغم من ذلك نرى أن نسبة الفقر يزداد بصورة كبيرة، نسبة البطالة يزداد بصورة كبيرة. هناك الكثير من العوائل تحتاج إلى مساعدات فورية من الحكومة حتى تستطيع أن تعيش. بلا شك أن هذه النتائج هي نتيجة تراكمات كثيرة، يعني تراكمات للأخطاء السابقة أو السياسات الممنهجة التي قامت بنهب الدولة، ولم تسمح للمواطن لا بالاستفادة من خيرات العراق ولا بالقدرة على تأسيس مشاريع خاصة. للأسف خلال الفترة الماضية نحن رأينا أن مع الوفرة المالية التي حصلت أيضا اخترعوا سبل جديدة لنهب المال الموجود، سواء عن طريق الأمن الغذائي، سواء عن طريق مشاريع أخرى، وكلها مشاريع وهمية، كلها لن يتحقق شيء. ولكن التفكير الرئيسي في كيفية الاستيلاء على هذه الأموال بدل أن تذهب إلى المواطنين أو تذهب إلى يعني مكان مخصص للأجيال القادمة. للأسف لم يحصل هذا الأمر. خلال الحكومة الجديدة التي تشكلت بقيادة محمد شياع السوداني كان هناك وعود بالإصلاح، وعود بمساعدة المواطن الفقير، بإنهاء حالة الفقر أو على الأقل خفض نسبة الفقر داخل المجتمع العراقي. رأينا بالعكس، يعني تم إطلاق سراح المتهم بنهب أكثر من سرقة أكثر من ملياري ونصف مليار دولار، يعني في سياسات نرى أنها لا تتوافق مع الوعود التي تطلق لمساعدة الفقراء. بالعكس يتم كفاءة، يعني يتم إعطاء جوائز لمن يسرق أكثر ويتم إخراجه من السجن، وأيضا يسهل له الهروب إلى خارج العراق. في ظل هذه السياسات لا يمكن أن ننتظر نتائج مختلفة، بالعكس سيزداد نسبة الفقر والعوز، وأيضا على حساب زيادة ثروة مجموعة ضيقة من السياسيين وعوائلهم وشركاتهم الخاصة الذين يربحون الثروات على حساب المواطن العراقي الفقير. طيب، إذن هي مشاكل متراكمة ومرحلة من حكومة إلى أخرى. أستاذ صباح، يعني اليوم وزارة التخطيط تقول أن ربع سكان العراق يعيشون تحت مستوى خط الفقر. ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع رغم ارتفاع أسعار النفط في الأعوام السابقة، وخصوصا بعد حرب روسيا على أوكرانيا ارتفعت وعاودت أسعار النفط ارتفاعها؟ تحية لكم ولضيفكم الكريم. حياكم الله. العراق يعيش أزمات منذ 2003 ولغاية اليوم. ونلاحظ أن هناك 5 حكومات وهذه السادسة لم تتمكن من وضع برنامج حقيقي واضح المعالم في بداية تشكيل هذه الحكومات، لوضع برنامج لتخفيض نسبة البطالة ونسبة الفقر. أولا يجب أن ندرك أن هناك قاعدة جوهرية، أن زيادة نسبة البطالة تعني زيادة في نسبة الفقر. لا يمكن أن يكون هناك زيادة في نسبة البطالة وانخفاض في نسبة الفقر. لذلك نلاحظ تحاول الحكومات امتصاص حالة البطالة من خلال ما يسمى بالبطالة المقنعة. يعني نلاحظ تحاول الالتفاف بشكل أو بآخر على أي شكل من أشكال البرامج الواضحة والتي لا تحتاج إلى خبرات عالية. يعني بعض الأحيان تتحجج الحكومات بأن هناك برنامج يستعصي عليهم تنفيذه، أو أن هناك شكلا من أشكال الأزمات التي قد تظهر
وتعطيها الإمكانية بشكل إعلامي كبير جدا. مثال على ذلك أزمة الكهرباء، كورونا وغيرها، أو حتى عملية الاعتداء الخارجي على بعض مناطق العراق كما حصل في الاعتداء على كردستان في بحجة مكافحة الإرهاب أو غيره. نعم. إذن نلاحظ أن سياسة الدولة دائما بعيدة كل البعد عن التخطيط الواضح. عندما تقول وزارة التخطيط أن ربع سكان العراق هم تحت مستوى الفقر، نعم، معنى ذلك أن أكثر من 10 مليون إنسان يتقاضون في اليوم الواحد لا يزيد عن دولار أو أقل. نعم. هذا تعديد الأمم المتحدة لمستوى الفقر، بمعنى أن هناك زيادة كبيرة جدا في التضخم، ارتفاع في الأسعار وغيره، أنهم ليس دون مستوى خط الفقر وإنما في الدرك الأسفل من الفقر. هذا جانب. جانب آخر أن البطالة المقنعة تحاول الحكومة امتصاص ذلك، ولكن لا تمتلك الأسلوب الحقيقي. ولذلك نلاحظ تعم هذا العام 22 احتجاجات وإضرابات كبيرة، نعم، لكثير من الموظفين الذين تم توظيفهم بشكل مؤقت. نعم. واستفادت الدولة من عملية سد العجز سواء في التعليم، في الصحة، في النفط، في جوانب كثيرة. طيب. الخدمات وغيرها. نلاحظ اليوم البصرة إضراب كبير لعمال البلدية، ولذلك نلاحظ أن تمتلئ الأزبال والمناطق والشوارع الرئيسية فيها ممتلئة بالأزبال لإضراب ليومين أو ثلاثة. صح. إذن كيف تتمكن حكومة إشياع السوداني من عملية خفض نسبة الفقر والبطالة وهو لا يمتلك برنامجه؟ وهذا اتضح لنا من خلال مؤتمر بغداد 2 في الأردن. نعم. لم يطرح برنامجا حقيقيا كي تعمل الدول الحاضرة في المؤتمر على وضع برنامج حقيقي للتعاون في عملية بناء البنية التحتية للعراق وإعادة مكانته إلى الدول العربية. نعم. إذن هناك إعلام فقط ووعود، وسرعان ما تتخلى هذه الحكومات من بعد تشكيلها من وعودها التي تطرحها. طيب. وهذا يدركه أصبح الشارع العراقي. نعم. بشكل لا يثق بوعود الحكومة. نعم. أستاذ صباح، خلينا نتحول إلى جانب آخر، يعني المظاهرات التي ذكرها وما يعني يقوم به الشباب من حراك مستمر من 2019، البحث عن فرص عمل، البحث عن مورد لرزق في هذا البلد الغني، ولحد الآن لم يحصلوا على شيء. غلق فرص أو أبواب فرص العمل وفتح أبواب إدخال المخدرات إلى العراق، أدى إلى انتشارها كالنار في الهشيم بين الشباب، وأدى إلى يعني من الفقر إلى المخدرات وإلى دمار بنية المجتمع. هل هو هروب الشباب إلى المخدرات أم إقحام الشباب في هذا المجال حتى يغيب عن الوعي والمطالبة بحقوقه؟ طبعا هناك عدة أسباب لانتشار المخدرات، وخاصة بهذه الصورة. يعني حسب تصريحات رسمية هناك حديث عن 50% من الشباب بين متعاطي ومدمن، وأرقام مخيفة، وآلاف المسجونين بتهمة يعني تعاطي المخدرات، بينما يعني الجميع يعلم أن سابقا العراق كان ممرا للمخدرات، يعني ممر وقبل 2003 لم يكن هناك مخدرات تماما. الآن هناك لم يعد العراق ممر للمخدرات لنقل إلى دول الجوار، يعني يأتي من أفغانستان. نعم. وإيران إلى الدول الأخرى. الآن أصبح العراق ساحة استهلاكية كبيرة، يعني سواء المخدرات القادمة من دول أخرى أو التي أيضا تنتج وتصنع داخل العراق. هذا الأمر موجود على الرغم من أن وزارة الداخلية قالت لا يوجد داخل العراق. نعم. ولكن المعلومات تقول أن الكثير من الأماكن وخاصة
التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة أصبحت هي التي تنتج وتصنع المخدرات. بلا شك أن الهدف الأول لهذا العملية هدف ربحي. نعم. يعني المخدرات تدر على هذه الأطراف الميليشياوية التي تعمل في هذا المجال الكثير من الأموال، وبالتالي كما هي تعمل على تهريب النفط أيضا تعمل على إدخال المخدرات داخل المجتمع العراقي. إضافة إلى ذلك عندما ينتشر هناك أهداف استراتيجية وتكتيكية تماما، عندما ينتشر هذه المواد داخل شريحة الشباب وخاصة في الكثير من المدن المليئة بالنفط مثلا كالبصرة، يعني عندما يتم إشغال الشباب بالمخدرات وتدمير المجتمع وتفكيكه، يعني الجميع يعلم أن من طبيعة الآثار السلبية والمدمرة هو تفكيك المجتمع، زيادة حالات الطلاق وزيادة القتل، ويعني أحيانا نسمع عن جرائم الأب يقتل أبنائه أو هذه الجرائم كلها نتيجة طبيعية لانتشار هذه المواد المواد المنتشرة، وبالتالي يضمنون أيضا تفكيك المجتمع. وإضافة إلى ذلك طبعا عندما يكون هناك بطالة ولا توفر للشاب فرصة عمل، الشباب لديهم خيارات يعني محدودة وضيقة. أولا الانتساب أو الانضمام لأحد هذه الفصائل المسلحة التي مستعدة أن تدفع لك، ليس هناك أي طريق من العمل، لا يوجد عمل. هناك طريق مضمون تحمل السلاح وتحمي هذه الميليشيات ويأتيك راتب شهري. هناك طريق آخر الهجرة إلى الخارج، وهو موجود في عقل كل شاب عراقي الآن يفكر بالمستقبل أفضل. الطريق الآخر هو عندما يعني يشعر أن جميع الطرق أغلقت في وجهه، يكون هناك طرف آخر يفتح له باب المخدرات وحتى ينسى واقعه، حتى ينسى واقعه البائس، وبالتالي حتى أسعار هذه المواد يعني أصبحت ينسى ويغيب، يغيب تماما وينسى مطالبه وينسى أصلا يعني من هو وما هو هويته وماذا يريد وماذا عليه أن يفعل. إضافة إلى سهولة وصول هذه المواد إلى الشباب وإلى الشرائح، كثير من المواطنين يعني من المفترض أن تكون هذه المواد يعني خط أحمر لا يصل إلى المواطن، بالعكس يجب أن يكون هناك يعني عقوبات مشددة وعقوبات قاسية على هذه الأطراف التي تتاجر بهذه المواد، ولكن للأسف هذا أيضا غير موجود. الجماعات، العصابات الجريمة المنظمة، الميليشيات المسلحة، أطراف أخرى تتاجر بسهولة بهذه المواد، وبالتالي تفتح طرق اليوم داخل المحافظات من أجل تهريب تماما. وللأسف يعني لديهم باجات رسمية وسيارات رسمية، يستخدمون غطاء الدولة لنقل هذه المواد، وبالتالي حتى القوات الأمنية إما عاجزة أو غير قادرة على محاسبة أو مساءلة أو هذه الأطراف أو متواطئة مع هذه الأطراف التي تتاجر بهذه المواد. للأسف آثار هذه المواد لن تظهر الآن، يعني الآثار المدمرة تظهر بعد فترة أخرى، بعد سنوات الجميع يشعر بكيف أن المجتمع تدمر بالكامل نتيجة لتواطؤ الدولة، لوجود أطراف يفكرون فقط في الربح المادي على حساب الشباب على حساب المجتمع، وبالتالي هذا الأمر ليس للأسف أحد النتائج الطبيعية لانتشار البطالة. يعني البطالة عندما ينتشر يزداد هذه الأمور، ولكن عندما يكون هناك مصانع، يعني نحن عندما نتحدث أنه بعد 2003 أكثر من 6000 مصنع مثلا ومعمل تم تعطيله أو تم نهبه وإخراجه إلى خارج العراق، إذا اشتغل نصف هذا العدد من المعامل والمصانع جميع الشباب يعملون ولا يحتاج العراق إلى الاستيراد من الخارج ويكون مكتفيا ذاتيا من كل المواد، ولكن هناك استراتيجية لتعطيل هذا البلد، ليس فقط المعامل، تعطيل الإنسان وتعطيل أيضا البنيان والصناعة والتجارة وكل شيء فيه بصورة ممنهجة. يعني المتابع قد يرى أحيانا أن هناك فوضوية في هذه الأمور، فوضوية، ولكن هناك بالعكس دقة في التخطيط، هناك دقة في التخطيط سواء عن طريق تدمير الإنسان أو تدمير البنيان. تمام، نتحول إلى الأستاذ صباح ونسأل من وجهة نظر اقتصادية. تقارير محلية ودولية تؤكد ارتفاع نسب التضخم في العراق ومآلاته وتأثير هذا التضخم المستمر على المواطن وواقع المواطن الفقير، والسؤال هنا لماذا يزداد التضخم في العراق وتنخفض قيمة الدينار مع كل العائدات التي تتحقق؟ ارتفاع التضخم بالعراق ناتج لعدم وجود أي مشاريع إنتاجية للبضائع المستهلكة في داخل العراق. نعم، بل بدأ العراق يستورد كل شيء. بهذا المعنى من نقول كل شيء، أي بمعنى من أبسط الأشياء البسيطة سواء المنتجة من حيث المواد الزراعية أو المواد الحيوانية ومواد الغذائية، وكذلك أيضا المواد الاستهلاكية الأخرى.
هذا يعطي إمكانية في عملية المتغير حسب قيمة الدينار العراقي الذي تنخفض يومياً، وخصوصاً هذا العام نلاحظ من تشكيل الحكومة ولغاية الآن حالياً يقال اليوم 26/12/2022 قيمة الدولار حالياً تتراوح بحدود حوالي 158,000 للمئة دولار الواحد. للمئة دولار، هذا يدلل على أن هناك توجه واضح المعالم لرفع مستوى التضخم أكثر، وبنفس الوقت ارتفاع في الأسعار نتيجة لعملية ارتفاع قيمة الدولار. ما الذي يدعو إلى ارتفاع قيمة الدولار عفوا؟ ما الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض الدينار بالمقابل؟ ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار حقيقة هو ناتج لعملية زيادة الطلب عليه، وبالدرجة الأساسية من قبل عديد المصارف التي تم تهديدها. تم تهديد كثيرا من المصارف، خصوصا المصارف الأهلية التي تعمل في عملية غسيل الأموال وليس عملية مالية حقيقية في خدمة رأس المال العراقي. هذا الجانب، لذلك نلاحظ عملية الطلب على الدولار أصبحت كبيرة جدا، بحيث خلال الأسبوع الماضي البنك المركزي قام بعملية بيع تقدر بحدود حوالي 2.5 مليار دولار. أي بمعنى هذا العام حسب الإحصائيات للبنك المركزي نفسه يقدر بحدود 66 مليار دولار قيمة العملة التي تم بيعها هذا العام. هذا من المفترض أن يعكس لنا حالة من حالات توفير البضائع بشكل أرخص لطبيعة المنافسة. يعني لما تحول أنت 60 مليار إلى الخارج، من المفترض أن تستلم بضائع بنفس القيمة، وهذا لم يتم، وإنما أقل من النصف الذي يدخل إلى العراق والباقي يتم عمليات تهريبه إلى الخارج بوسائل قانونية، بوثائق وفواتير قد تكون غير موجودة وغير حقيقية. لذلك نلاحظ عملية بيع المخدرات وتجارة السلاح وغيرها، تتم عمليات تبييض الأموال من خلال هذه المصارف اللي أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، والسنة القادمة سيكون أكثر ويزيد من عملية التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا ينعكس على زيادة الفقر أكثر. بنفس الوقت عدم وجود مشاريع جديدة تمتص البطالة القائمة بالعراق، هذا سيؤدي إلى حالة من حالات الاحتجاج. ولكن هناك سياسة لنشر المخدرات بين الشباب بشكل كبير جدا لتعطيل المطالبة بحقوقهم، حقيقة ضد نظام الفساد الموجود في إدارة الدولة. طيب أستاذ شاهو، أيضا وزارة الخزانة الأمريكية تستبعد بعض المصارف من الدخول في مزاد العملة، وكما تفضل الأستاذ صباح أنه بعض المصارف هي التي تتحكم بسعر الصرف وتسيطر عليه، المصارف تتبع الأحزاب والميليشيات، ما خطورة وما أوجه سيطرة الميليشيات على مفاصل الاقتصاد، وهل المكاتب الاقتصادية ستار لهذه السيطرة؟ هذا القرار الأمريكي طبعا الكثير من الأطراف شعروا أنه استهداف مباشر لمصالح الميليشيات المسلحة، لأنه من الصعب على بنك أن يعمل داخل العراق إلا أن يكون يعني مرتبط بجهة سياسية أو ميليشيا مسلحة أو حزب إسلامي من الأحزاب التي تحكم في العراق. وبلا شك رأينا أن هذه المعلومات كانت فعلا حقيقية، يعني هناك أيادي خفية أو هناك تدخلات ميليشياوية، تدخلات سياسية داخل المعادلة الاقتصادية. يعني اليوم نرى أن
دينار العراقي في انهيار مستمر دون أن يكون هناك أسباب واضحة، ونائب في الإطار التنسيقي يتحدث عن مؤامرة أمريكية لضرب الاقتصاد العراقي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك مؤامرة أمريكية وأنتم على السلطة؟ نعم. يعني الآن في الحكومة السابقة في حكومة مصطفى الكاظمي كانت أطراف الإطار التنسيقي كلها تتهم الكاظمي بالتواطؤ والتسبب بانهيار العملة. نعم. ومحمد شياع السوداني كان يقول أن الثورة الجياع قادمة إذا لم يتم إعادة صرف السعر الدينار العراقي إلى ما كانت عليه. الآن أنتم في السلطة، يعني لا يوجد مبرر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات وأن هناك مؤامرة على المذهب وأن هذه الأسطوانة التي نسمعها دائما. نعم. أنتم في السلطة، وبالتالي يبدو أن هناك عملية كبيرة لتهريب ملايين الدولارات، وخاصة مع الوفرة المالية التي حصلت عن طريق نور زهير، يعني سرقوا مجموعة، وعن طرق أخرى يحاولون أن يسرقوا مجموعة أخرى، وبالتالي حتى الأزمة الحالية أنا أتصور أن هناك فائدة لأطراف سياسية فاعلة داخل العملية السياسية، هناك أطراف تستفيد من هذا الأمر، تستفيد من تقلبات الأسعار. نعم. وبالتالي تستغل هذه الأزمة أيضا لمصالحها. من يدفع الثمن؟ اليوم كان هناك تدهور وقلق داخل السوق العراقي، يعني حسب المعلومات والأصدقاء اللي تحدثنا معهم كان هناك قلق كبير، لا أحد يذهب إلى أن يشتري، لا الجميع يخشى، حتى أسواق الجملة أصبحت تماماً يعني الجميع تماماً. يخشى، لا يعني السعر أصبح يتغير يوم يعني مع الساعة وليس يومياً. صح. يعني الاستقرار العملة لم يعد موجوداً، لم يعد هناك يعني استقرار تمام. داخل السوق، وبالتالي أصبح هناك مشاعر الخوف والقلق، وأيضاً رفع ارتفاع الأسعار أكثر، يعني هنا الأمر الأخطر، يعني قيمة العملة العراقية ينخفض وقيمة السلع والمواد تزداد، ونحن على أعتاب السنة الجديدة، يعني من المفترض أن يكون هناك مساعدات للناس أن يحتفلوا بالسنة الجديدة، بالعكس يخطو الخطوة الأولى إلى السنة الجديدة وهو مفعم مليء بالأزمات. نعم. طيب سريعا أستاذ صباح، نعتذر لضيق الوقت، يعني وزارة التخطيط الحالية تعترف بأن نسبة الفقر في العراق ارتفعت إلى 35% وأكثر، هل في برنامج السودان اليوم أرقام حقيقية ممكن أن تترجم خطة لتقليص هذه النسبة وتخليص العراقيين من الفقر؟ حقيقة لا تمتلك الحكومات كلها بما فيها السيد شياع السوداني الذي وعده قبل تشكيل الحكومة بإجراءات وبرنامج حقيقي لخفض مستوى الفقر وكذلك أيضا خفض مستوى البطالة. نعم. ولكن لم يتضح ذلك، بل آخر أخبار على تويتر أن السيد شياع السوداني سحب وألغى جميع تغريداته السابقة في مسألة تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي واستعادته كما كان قبل عام. نعم. هذه آخر الأخبار، علما بأن الحكومة بكل تركيبتها بمقوماتها وأحزابها المشكلة حديثا بقيادة السيد السوداني لم تطرح برنامجا واضحا، والدليل ما زال لغاية الآن لا تمتلك إمكانية تقديم الموازنة لعام 23، وهناك خصام ومضاربات كبيرة ما بين القوى السياسية في مسألة التخصيصات للوزارات التي هي تعمل على إدارتها، وهذا يدلل على أن عمليات الفساد والسرقة القادمة في العام القادم خصوصاً والإيرادات اللي أصبحت عالية، وتقدر أن الموازنة بحدود حوالي 100 مليار، هكذا الأخبار تخرج من رئاسة الوزراء. نشكر ضيفينا الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القراداغي، شكرا جزيلا لك، ومن عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ صباح علو، شكرا جزيلا لكما.